بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا لذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قرأنا بالأمس من كتاب تلاوة القرآن من إحياء علوم الدين الإمام الغزالي رحمه الله، وصلنا إلى التدريج في البيان، وهذا كله في قضية التفسير. فقد ذكر الإمام الغزالي التقديم والتأخير، وذكر الإيجاز، التطويل، الإضمار، الحذف، ووصلنا إلى التدريج في البيان وذكرناه بالأمس، لكن لنربط الكلام بعضه بعض. قال رحمه الله: ومنها التدريج في البيان كقوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن إذ لم يظهر به أنه ليل أو نهار، وبان بقوله عز وجل: إن أنزلناه في ليلة مباركة، ولم يظهر أنه في أي ليلة، فظهر بقوله تعالى: إن أنزلناه في ليلة القدر. وربما يظن أو يظن في الظاهر الاختلاف بين هذه الآيات، فهذا وأمثاله لا يغني فيه إلا النقل والسماع. هو كما ذكرنا بأمس قضية تفسير القرآن بالقرآن، يعني هي معروفة لدى الجميع، لكن انظر إلى أن لو ذكرت النص الأول الآية الكريمة وحدها لا يظهر منها ليل أو نهار وأي ليلة هي. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فلم يحدد في هذه الآية بالذات في أي ليلة. على سبيل المثال في الأول لا ليل ولا نهار، ثم في أي ليلة كان النزول. طبعا أنزل فيه القرآن، ما هو أنزل فيه، نزل بعض القرآن في رمضان وفي غير رمضان، لكن هنا أنزل يعني دفعة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. فكل ما اكتفى بفهم ظاهر العربية وبادر لتفسير القرآن ولم يستظهر بالسماع والنقل في هذه الأمور فهو داخل في من فسر القرآن برأيه، مثل أن يفهم اللفظ الأمة المعنى الأشهر منه، اللي هي كما ذكرنا قضية الحديث عن الأمة الإسلامية، هذا أشهر شيء، ولا يتبادر للذهن عادة إذا ذكرت الأمة معنى الحين من الوقت، ذكر بعد أمة بعد زمن معين. والذي يبين المعنى هو السياق، الذي يبين المعنى هو السياق، يعني الكلمة منفردة لا تعني شيء. عين التي في الرأس، عين التي نشرب منها الماء، عين الجاسوس، فقط الذي يعني فقط السياق هو الذي يظهر. كأحد المشايخ قال: من كان عينا علينا، طبعا مش ينبوع ماء، واضح انه عين ليست اللي في الراس، من كان عينا علينا من الذي يتجسس علينا، فدعا بدعوات، وكان يظن في فلان من الناس يعني انه هو، فلم يعد الى تلك الحلقه، لم يعد الى ذلك المسجد. إذن الكلمات المنقطعه لا تعني شيء، إنما السياق. وقد يقول الإنسان كلمة واحدة لكن سياق يفهم منها الإنسان، إذا كان مباشرة، إذا وجدتها في النص لا تعني إنه مثلا، وكلمة واحدة مكتوبة، كلمة واحدة مكتوبة لا تعني شيء. كلمة ماء، كلمة ماء مكتوبة واحدة على جدار، على ورقة، ماذا تريد؟ أن تشرب ماء، تريد ماء لسقاية الأرض، الزراعة، هذا في درس الكيمياء، تريد أن تشرح مثلا المعادلة الكيميائية، ظلينا حافظينها منذ نعومة، يعني منذ أن درسناها، وهم H2O، صح؟ طيب يا H2 زائد O2 بتعطينا H2O، بظل في عنا زيادة، مش هيك؟ على كل
ويدرك الفرق بين حقائق المعاني وظاهر التفسير بمثال، وهو أن الله عز وجل قال: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فظاهره تفسير واضح وحقيقة معناه غامض، فإنه إثبات للرمي ونفي له. وما رميت إذ رميت، إنسان ممسك بالقوس ورمى سهما، ورمى سهما، تقول له وما رميت إذ رميت؟ طب ما الذي رمى؟ طبعا هذه تعني أن التوفيق من الله عز وجل، أن التسديد، أن التصويب، أن من الله عز وجل. والإمام غزالي يقول في حقيقة التوحيد: أن ترى كل شيء من الله عز وجل، لا أن جبت لأنك أبو علي. يا شباب يعني وما حصلت الرزق لأنك أبو العرير. سبحان الله، تأخذ بالأسباب، تأخذ بالأسباب، وأنت متيقن أن الرزاق هو الله عز وجل، وأن الخالق هو الله عز وجل، وأن الصانع هو الله عز وجل، وأن البارئ هو الله عز وجل. سلام كثير. إذن وحقيقة معناه غامض، فإنه إثبات للرمي ونفي له، وهما متضادان في الظاهر، ما لم يفهم أنه رمى من وجه ولم يرمي من وجه، ومن الوجه الذي لم يرمي ومن الوجه الذي لم يرمي رماه الله تعالى دون تشبيه، دون أن يكون ذلك. نعم. وكذلك قال تعالى: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم. فإذا كانوا هم المقاتلين، كيف يكون الله هو المعذب؟ وإن كان الله تعالى هو المعذب بتحريك أيديهم، فما معنى أمرهم بالقتال؟ فحقيقة هذا يستمد من بحر عظيم من علوم المكاشفات لا يغني عنه ظاهر التفسير، وهو أن يعلم وجه ارتباط الأفعال بالقدرة الحادثة، ويفهم وجه ارتباط القدرة بقدرة الله عز وجل، حتى ينكشف بعد إيضاح أمور كثيرة غامضة صدق قوله تعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. ولعل العمر لو أنفق في استكشاف أسرار هذا المعنى وما يرتبط بمقدماته ولواحقه لانقضى العمر قبل استفاء جميع لواحقه. وما من كلمة من القرآن إلا وتحقيقها محوج إلى مثل هذا، وإنما ينكشف للراسخين في العلم من أسراره بقدر غزارة علومهم وصفاء قلوبهم. وصفاء قلوبهم، هو بدأ هذا الباب إمام الغزالي وذكر قضية نقاء وصفاء القلوب كشرط من شروط الفهم، يعني لابد من أن يكون هنالك طهارة في القلب حتى يتلقى الإنسان هذه المعاني التي ترد على القلب. وإنما ينكشف للراسخين في العلم من أسراره بقدر غزارة علومهم وصفاء قلوبهم وتوقر دواعيهم على التدبر وتجردهم للطلب، ويكون لكل واحد حد في الترقي إلى أعلى درجة منه. فأما الاستيفاء فلا مطمع فيه، أن تستوفي كل معنى من المعاني، أن تستوفي كل معنى المعاني، أن تحيط بكل معنى المكان، هذا لا يمكن، فلا مطمع فيه. ولو كان البحر مدادا والأشجار أقلاما فأسرار كلمات الله لا نهاية لها، فتنفد الأبحر قبل أن تنفد كلمات الله عز وجل. بل لعلنا نذكر بآية الكرسي، ومنها: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. معرفة البشرية جمعاء منذ لدن سيدنا آدم عليه السلام حتى آخر إنسان، ولا أقول رجل، لعلها امرأة، آخر إنسان يوم القيامة. معرفة هؤلاء جميعا تراكمية فقط، وبإذن الله عز وجل، ولا يحيطون بشيء من علمه، قضية جزئية، إلا بما شاء. سبحانه لا إله إلا هو. إذن ما يسر من المعارف ومن العلوم، وطبعا بعض القضايا لا هي معارف ولا هي علوم،
الناس الغول قالوا رابع المستحيلات، ما هي ثلاث المستحيلات الأولى؟ الغول والعنقاء والخل الوافي. الغول قضية خرافة خرافية، والعنقاء قضية خرافية، الخل الوافي ليست قضية خرافية، وليس مستحيلا، ليس مستحيلا، الخل الوافي ليس مستحيلا، يعني يكاد، يعني ما دام انها ارتبطت بقضية الغول والعنقاء، يكاد يكون الخل الوافي مستحيلا لندرته. ليش؟ لندرته، ولكنه موجود، ولكنه موجود، لأنه الأخلاء يومئذ إيش؟ بعض البعض عدو إلا المتق. معناته في الخل وفي تقوى، والخل الوفي مع، يعني يمشيان مع بعضهم البعض. فأما الاستيفاء فعلا فلا مطمع فيه، ولو كان البحر مدادا وأشجار أقلاما، فأسرار كلمات الله لا نهاية لها، فتنفد الأبحر قبل أن تنفد كلمات الله عز وجل. فمن هذا الوجه يتفاوت الخلق في الفهم بعد الاشتراك في معرفة ظاهر التفسير، وظاهر التفسير لا يغني عنه. ومثاله مو حقيقة، يعني لو معنا يعني مثلا نقول فلان عالم في الفيزياء الفلكية، تكون قراءته للآيات اللي تتعلق بالكون، بالنجوم، بالكواكب، بالقمر، مثل قراءتنا نحن، يرى ما لا نرى، يسمع ما لا نسمع، يفهم ما لا نفهم. يعني هنالك علم، وحينما يسمع الآية يفهم أن هنالك أبعاد، ويدرك. يعني نحن نقرأ الأرقام، نحن نقرأ الأرقام الاستيعاب، ما هو حسب الفهم. أنت بحاجة مثلا إلى 100 سنة ضوئية حتى تعبر المجرة التي نحن فيها، درب التبانة، 100 سنة ضوئية. تعرف 100 سنة ضوئية؟ احسب انت، قول هيك لا إله إلا الله، نحتسبها حوالي 3 ثواني، الضوء يكون قد مر بمليون كيلومتر، كمان 3 ثواني أخرى هاي مليونين. كيف لما توصل انت لمئة سنة ضوئية وليس ايش؟ سبحان الله. الاستيعاب لاتساع الكون عند المختص غير عنا. ومثاله فهم بعض أرباب القلوب من قوله صلى الله عليه وسلم في سجوده: أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ معافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، سبحانه وتعالى. أنه قيل له: واسجد واقترب، فوجد القرب في السجود ونظر إلى الصفات فاستعاذ ببعضها من بعض. فإن الرضا والسخط صف يعني وصفان، ثم زاد قربه فاندرج القرب الأول فيه، فرقي لذات وقال: أعوذ بك منك. ثم زاد قربه بما استحيا به من السعادة على بساط القرب، فالتجأ إلى الثناء فأثنى بقوله: لا أحصي ثناء عليه. ثم علم أن ذلك قصور فقال: أنت كما أثنيت على نفسك، قصور. ولا زالت تعتري العبادات قضية القصور، وهذا لا يعني أنك تتوقف عن العبادة، ولكن كم ستظل في العبادة؟ هل تستطيع أن تقوم ليل نهار في المسجد لا تخرج حتى للوضوء؟ هل تستطيع؟ لا. لكن أقم مكانك في المسجد، هذا لا يعني أنك لا تصلي في المسجد، أقم مكانك في المسجد صدقة في بنائه، في صيانته، تكون هذه الصدقة قائمة في هذا المسجد ما دام المسجد بإذن الله عز وجل. يكون الصدقة تقوم ليل نهار في المسجد، لأنك لا تستطيع أن تقوم ليل نهار في المسجد. أنت تريد أن تطبب الناس ولست طبيبا،
طبعا لا نفكر ان القضيه الان اصبحت ايش؟ روح اعطي روشتات واعطي ادويه، مثل ما بعض الاختياريه في بلادنا اذا عندهم حدا اشتكى من شيء بقول اذهب للخزانه بقول له خذ لك هالحبتين. لكن اردت ان تطبب الناس ليل نهار فساهم في بناء مستشفى، فساهم في بناء عياده، او ليس كذلك؟ فتقوم هذه الصدقه بتطبيب الناس ليل نهار مهما كانت الأرقام، مش بالضرورة تكون بالملايين، مش كل الناس عندها ملايين، ما تيسر تقوم هذه الصدقة مكانك في إيش؟ في تطبيب الناس. هل لديك صدقة قائمة في المسجد ولديك صدقة في المستشفى تطبب، أو في العيادة أو كذا في المختبر تطبب الناس؟ تريد يعني أنت تمسح على رأس يتيم مرة مرة، لعلك ترسل لليتيم شيئا على العيد ولا أثناء ذا السنة. تريد أن تقوم برعاية اليتيم ليل نهار فساهم في دار رعاية أيتام. تريد أن تعلم الناس ولست متعلما، السلام عليكم، فأقم صدقة في مكتبة، فأقم صدقة في مكتبة. العلم النافع إما منك أنت لأنك عالم تكتب تترك هذه الكتب، أو تشتري كتبا نافعة وتضعها في المكتبات، أو تعين على دورات، أو تعين على، سبحان الله. إذا سررت لعبادة من العبادات، إذا سررت لمنفعة من المنافع التي تنفع الناس، فأقم مكانك صدقة تقوم ليل نهار على خدمة الناس، وبشيء يسير، وبشيء إيش؟ يسير. ومع ذلك نعود إلى قضية التقصير. الإمام الغزالي ينبه رحمه الله ورحم علماء المسلمين أجمعين وطلبة العلم ومحبيهم والمسلمين أجمعين. المهم يقول عن قضية الحمد مثلا: الحمد لله نعمة، أن تقول الحمد لله نعمة، قولوا الحمد لله والشكر لله. ما دام أنا نعمة، يعني إذا تذكرت أنت الصحة التي أعطاك الله إياها تقول ماذا؟ الحمد لله لأنها نعمة. تذكرت علما، تذكرت ذرية، تذكرت، الحمد لله. لكن قولك الحمد لله في حد ذاته نعمة، فماذا يجب عليك أن تقول؟ الحمد لله. وهذه الثانية ليست بأقل من الأولى فهي نعمة، فماذا عليك أن تقول؟ الحمد لله. والثالثة ليست بأقل من الثانية الأولى، فماذا عليك أن تقول؟ الحمد لله، الحمد لله، كما ينبغي لجلال وجه عظيم السلطان. حتى يعني في النهاية سبحان الله، على أن تكون قد خرجت عن إخلاص وعن صدق، على أن تكون قد خرجت عن صدق وعن إخلاص. نعم، فهذه خواطر تنفتح لأرباب القلوب، ثم لها أغوار وراء هذا، وفهم معنى القرب واختصاصه بالسجود، ومعنى الاستعادة من صفة بصفة ومنه به، لأن كل شيء تفر منه إلى غيره إلا الله جل وعلا. تفر من ظالم، يعني من أرض بها ظالم، إلى أرض أخرى تظن أن بها عدل فإذا بها ظالم، ثم تذهب إلى أخرى فإذا بها ظالم، وتذهب إلى أخرى فيقال لك تعال أقعد ها هنا، ولكن عليك أن تخفف من قضية الإسلام. مثلا زوجتك وابنتك، زوجتك لا يمكن أن تدرس في المدارس وهي تلبس على رأسها، وابنتك لا يمكن أن تدخل المدرسة وهي تلبس على رأسها، وإن لبست لباسا كاملا على البحر فعليها غرامة وعليها عقوبة وقد تعتقل
في بلد شعاره حرية ومساواة وإخاء، حرية ماذا؟ حرية كاريكاتير وحرية إساءة وحرية عري وحرية، أما أن تكون يعني مسلما حقا فلا حرية. الله أكبر الله أكبر، والحديث يتم إن شاء الله. صلى الله عليه وسلم.